بعد كلام حنان شوقي المثير للجدل حول تعاملها مع زوجها، أحلام تؤيد حنان شوقي. كانت قالت الفنانة حنان شوقي في لقاء تلفزيوني إن هي قبل ما تنام بتبوس إيد جوزها، وطبعا التصريح ده خلى الفنانة حنان شوقي تتصدر الترند، وناس كتير اتفقت معاها وفي ناس كمان اعترضت على اللي هي بتقوله. ودخل في الموضوع فنانين منهم الفنانة أحلام، واللي أيدت بشدة كلام الفنانة حنان شوقي وقالت الست دي ست أصيلة وأنا بعمل زيها بالظبط. ده كان رأي الفنانة أحلام في تصريح الفنانة حنان شوقي حول إن هي بتقول إن هي بتبوس إيد جوزها قبل ما تنام. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.